يقول السائل: أقوم بشراء بضاعة وأقوم ببيعها قبل استلامها، هل يجوز وما حكم الربح؟ لا تبع السلعة حتى تقبضها، قال صلى الله عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، يعني القبض، القبض التام بالنقل، بنقلها من مكان البايع إلى مكان المشتري، هذا القبض، أن ينقلها من مكان البايع إلى مكانه هو، ثم بعد ذلك يبيعها، أما أنه يبيعها قبل القبض هذا لا يجوز. نعم.